مساء الخير. بدأ الوحل الأخضر السام يتسرب من بحيرة أوكيتشوبي بجنوب ولاية فلوريدا ويلوث المجاري المائية بالولاية ويقتل الطحالب والحياة البحرية، وأدى إلى تضرر قطاع صيد الأسماك اللي بيعتاش منه عدد كبير من سكان الولاية، كذلك مالكي القوارب السياحية، وأثر سلباً على اقتصاد الولاية والقطاع السياحي فيها. بالعودة لطقسنا، صيفي حار جداً ورطيب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية حارة توجهت من شبه الجزيرة العربية، عم بتأدى إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية ورح تستمر للثلاثة المقبل. الحرارة مرتفعة على الجبال خاصة بفترة النهار وممكن تتخطى 38 درجة بساعات الظهر بالمناطق البقعية. رطوبة عالية جداً على الساحل عم بتأدى إلى غطاية قوية على الجبال المتوسطة بفترة المساء، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 30 درجة. الليلة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق البقعية وارتفاع محدود على الساحل وغطية قوية على الجبال بفترة المساء. لبكرة السبت طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي بالحرارة بالمناطق البقعية وتكون ضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 504 ملم، السنة الماضية 568 والمعدل العام السنوي 627. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 28، على المرتفعات 24، بالبقع 17 والأرز 14 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بيت 31 والتل 33، 25 درجة بأهدن، أرطبة 27، بيت مري 32، بعبدة 33، أرز الشوف 27، صغبين 34، والخيام 30 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 65 و90%، حرارة سطح المي 30 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون غربية لشمالية غربية. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 28 و33 درجة مثل نهار الأحد، والتنين بين 29 و34. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت بين 31 و46 درجة، تونس بين 21 و30، وباريس بين 12 و22 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.